صدقني يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصورة شوية. تغمقها ازاي؟ دي بيضة وزي الفل، دي قشطة. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شوية، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شاديه بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن دي حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعفوا البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه اتصادروا تلاقي اللي بره. كده برضه يا حبيبي يا هاشم. يا حبيبي بقول لك يا موسم بيه. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهوره؟ مش قوي. عمل الكليب واحد اتعرض مره واتشال. شال ليه؟ بس كان خارج شويه. خارج اكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ لا اعمل لها شريط، نجح نعمل لها التاني. انا اللواء الشديد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه ده؟ موجود فوق يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها. دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. في يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. ايه في مصيبه بره؟ مصيبه؟ مصيبه ايه؟ بوليس الاداب؟ لا مش بوليس الاداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجه مع البنك ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعثرنا شويه. علينا مبلغ لا يذكر، حوالي 800 مليون دولار. انا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. انت اسمك ايه؟ فرج. يا فرج هات الجسترينج بتاعتك. جسترينج، جسترينج، مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاع في حتة حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم، عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل حضرتك. جهزنا خلاص؟ تمام تمام. فص على الباشا. اتفضل اتفضل. شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارساً على القصر بكافة محتوياته واعتباره أميناً عليه. وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا بيبي انا مش شايف اي مبرر للي بيعمله البنك معايا. انا اكبر عميل لبنك الامان.
القرضين الاولانيين انا مسددهم بالكامل مع الفوايد، اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل ايه؟ فيه ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. واديكوا اتحفظت على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك اخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعاده الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عمليه تجميل. اللي عايزه تكبر حاجه، اللي عايزه تصغر حاجه، اللي عايزه تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتاثر، هتبقى مضمونه 100%. هتسدد البنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهله كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما ناثر ومن غير اي حاجه. طيب احنا هنعمل اعاده تقييم لاصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 يا شيخنا، الحقيقه احنا عندنا كل حاجه. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب، ده اول واكبر مصنع للصناعات الثقيله في مصر والشرق الاوسط كله. يا ام ابراهيم. ايه؟ ام احمد معاكي؟ موجوده اهي يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسه كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والانفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنه الاساسيه في البنيه التحتيه بتاعت مصر كلها. انا مش شايف اي حديد خالص. لا اصل النهارده اصل نص يوم، بنشتغل بنص القوه بس. يعني اشهد شغل كده. يلا يلا. ايوه اشهد شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك صلاه النبي، شوف النار طالعه ازاي، شوف النار كمان، شويه نار حلوين. ايوه بس 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 كويس قوي يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر. حاجه كده. ده بقى يا باشا، ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ها؟ ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين